هو دلوقتي لا شغلة ولا مشغلة، كل شغلته دلوقتي النادي الأهلي. اشمعنى النادي الأهلي بيتأجل له مباريات؟ ده النادي الأهلي خايف من بيراميدز. بقى النادي الأهلي خايف من بيراميدز اللي لسه طالع امبارح بفضيحة من دوري أبطال أفريقيا؟ بقى النادي الأهلي بطل أفريقيا بيخاف من بيراميدز؟ ولكن هذا رأيه وهذا شأنه، واحنا هنرد عليه. هو فعلا النادي الأهلي عامل له وجع وعامل له حرقان وعامل له جنون، بس مش للدرجة دي. انت الأطباء احتارت فيك يا أسامة، انت عندك نوع من أنواع الغل غير العادي، وعندك نوع من أنواع الحرقان اللي ملوش علاج. والنادي الأهلي السبب، وكلنا عارفين ليه أسامة بيعمل كده. تحياتي لكل إخواتي وأخواتي الأهلاوية في كل مكان، يا رب تكونوا بصحة وبسعادة وفي أمان. أسامة البلبوس أو بسيون البلبوس أو بسيون الملط طالع مع مجدي عبد الغني بيقول لك النادي الأهلي متأجل له 8 مباريات، برضه في حد يتأجل له مباريات. بص، طب هقول لك على حاجة، تعالى كده بص الجدول. النادي الزمالك هيقابل مين؟ هيقابل بيراميدز الماتش الجاي. لو كان النادي الأهلي هو اللي هيقابل بيراميدز كان خاف النادي الأهلي وأجلوا له المباراة. طيب أنا عايز أسأل سؤال للسيد أسامة الملط، هو ماتش فاركو مع نادي الزمالك اتأجل ليه؟ هات لي سبب واحد مقنع أو غير مقنع لأن اتحاد الكوسة يأجل لنادي الزمالك اللي ما بيعملش حاجة خالص، اللي قاعد ليه شهرين حاطط رجل على رجل ما بيعملش حاجة خالص، يأجل له ماتش فاركو ليه؟ لكن النادي الأهلي اللائحة بتقول لك لو أنت هتقابل فريق بره مصر، اللائحة بتقول إن يلعب في اليوم الرابع، لو هيقابل فريق داخل مصر يلعب في اليوم الثالث. فبالتالي دي حاجة بالعقل وبالمنطق. ده النادي الأهلي راح لاعب فريق في مجاهل أفريقيا، الطيارة اتخبطت وعطلت وبعد كده رجعوا وبعد كده راحوا تاني، وحاجة في منتهى السوء، ومع ذلك يطلع أسامة الملط يهلفط ويقول لك النادي الأهلي لا يمثل إلا نفسه. النادي الأهلي بيمثل نفسه، تمام أنا معاك، النادي الأهلي بيمثل نفسه. لما القوام الرئيسي بيبقى قوام المنتخب من النادي الأهلي، النادي الأهلي ما المنتخب ما بيشوفش خير. والله العظيم الرد مش هيكون بده، الرد هيكون بإيه؟ الرد مش بالبق، الرد هيبقى بالمناخير، وانتوا عارفين بقى الرد بالمناخير هيبقى ازاي على أسامة الملط وأمثاله. ولكن الراجل نسي 2006 كان القوام الرئيسي كله بالمحليين من ضمنهم النادي الأهلي، و2008 و2010 ده لما حبينا نتفلسف وجبنا المنتخب من الزمالك والإسماعيلي خسرنا الجلد والساقط. يطلع أسامة الملط يقول لك لما المنتخب بياخد بطولة بيبقى القوام الرئيسي مش من النادي الأهلي، ده عكس الآية تماما. ولكن يعني سيبك من المغالطات وطمس الحقائق، لكن الراجل ده فعلا موجوع قوي من النادي الأهلي، النادي الأهلي واجعه قوي، وطرده من نادي الزمالك واجعه برضه قوي. وطبعا احنا عارفين هو اتطرد ليه، في بعض أولياء الأمور السيدات اشتكوا منه، اشتكوا من اللي بيعملوا معاهم أسامة الملط. الواحدة تبقى رايحة وهو بيعمل حاجات مش تمام. أسامة الملط، احنا قلنا مش عايزين نتكلم بس خلاص هنتكلم. طيب قبل ما نتكلم تعالوا نطلع ونشوف أسامة الملط قال ايه، والخناقة اللي حصلت بينه ما بين اينو، واينو رزعها له في الثمانية لما قال له انتوا جايبين 11 صفقة، شفتوا أداءكم مع الإسماعيلي عامل ازاي؟ انت خايف، انت بقى اللي خايف تلعب مع بيراميدز مش النادي الأهلي. النادي الأهلي خاف من بيراميدز؟ ده بيراميدز لسه مرزوع ثلاثة ثلاثة بالشفا وطالع من دوري أبطال أفريقيا، ليه 4 سنين او 5 سنين او 6 سنين مش عارف ياخد بطولة، وجاي تقول النادي الاهلي خايف؟ النادي الاهلي بيقابل الفرق القوية، بيقابل الترجي في تونس، بيقابل الوداد في المغرب، بيقابل الرجاء في المغرب، بيقابل اي فرقة في بلدها، ما بيخافش من حد ولا بيخاف من حد ولا بيهاب من حد ولا بيهاب حد. طيب تعالوا نطلع نسمع ونشوف الملط ونرجع نكمل كلامنا. بس وانت بتتفرج على الفيديو اخويا حبيبي الاهلاوي واختي المحترمة الاهلاوية، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير، اول مره تشوفوني اول مره تخشوا قناتي تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الاشعارات عشان ما يفوتكمش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم قناه كل الاهلاويه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف اسامه قال ايه ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. الزمالك عندهم ارتباطات، انت عارف، بعد ماتش الزمالك، اللي هو 19 الزمالك والاهلي يوم 15، انت عارف بعد مين 19 هيلعب؟ مين هيلعب؟ بيراميدز. والله العظيم لو كان الاهلي كان هيجي له الماتش ليه؟ يخاف يلعب بيراميدز.
مين الزمالك هيلعب مين؟ بيراميدز مع الماتش الاهلي على طول. طب ايه المشكله؟ ايه المشكله مش فاهم صح؟ ما اقول لك مشكله، ما النادي الاهلي بيجي يلعب فرق قويه بعديك على طول او قبليك يجي له ماتش. انتوا مش جايبين 11 صفقه؟ يعني عندكم فرقتين ما تلعب، ايه المشكله؟ انت لعيب ولا لعيبه؟ ايه دي المشكله؟ لعيب صفقه بدل ما نندمج مع بعض وياخدوا اسلوب اللعب بتاع مدريد. ايوه اسر دي انت لعيب كوره ولا لا؟ هو انا عايز اسال سؤال، هو انت مدرب ولا لا؟ طب انا عايز اسال سؤال بس، انت مدري هو هم مش جابوا 11 صفقه؟ اه المفروض فين تاثيرهم في ماتش الاسماعيلي اللي فات؟ ما شفناش. يا نهار اسود عيله ولا ايه عيبه الكلام ده كده للناس عليه ولا ايه بقى اللي يحصل؟ ولا ايه بقى؟ وين عبد الله السعيد وفين محمد عاطف؟ يلا ده بقى اسماعيل، يلا مالك ايه؟ الولد الصغير اللي جاي من صلاح الجيش لاعب اسماعيل. ايه مش عبد الله السعيد جاب الطياره على بيراميدز راح جايب جون في النادي الاهلي؟ اندمج لحق كان اندمج مع بيراميدز انت حساب جون؟ ما مش لاعب وقته وجاب جون في النادي الاهلي ساعتها قال لك ايه تالق وما تاقلمش وتاقلم الناس. يلا يا عم عيب عليك بقى يا راجل، يلا هو كلام عن النادي الاهلي كخ وعندك لا اندماج الفرقه يعني ما فيها 13 لاعب مع مدرب جديد هياخدك من 4-5 شهور يكون ده زمالك في مركز ال 12 بعد اذنك يا اينو. يعني عقبال ما يندبك يا كابتن مصر مالي اندماج فرقه الزمالك، اندماج فرقه الزمالك دي حقك تقولها. والمدرب مالها امال النادي؟ والمدرب مالها امال النادي؟ والمدرب ما دخلتش فيها النادي؟ والمدرب خلي بالك سيب الراجل ده يتكلم. خلي بالك خلي بالك دخلت لك ايه؟ النادي الاهلي زي ما انتم بتقولوا كاعلاميين او بعض الاعلاميين بيمثل مصر في البطولات الافريقيه والزمالك بيمثل واحد مش خد. لا مش ماسك المدرب ده مثلا طب بص الزمالك انا قلت 100 مره الزمالك ده الزمالك كان بيلعب في افريقيا. انت بتقول الاثنين بيمثلوا مصر. مش انت معترف ان الزمالك بيمثل طبعا مصر؟ ولا انا معترف ان الزمالك بيمثل مصر ولا الاهلي بيمثل مصر، كل واحد بيمثل نفسه. لو انا ده وجهه نظرك دي وجهه نظرك. حاجه ثانيه يا كابتن، لو اهلي زي ما انتوا بتقولوا بيمثل مصر خلاص جاب منتخب مصر شغل افريقيا يبقى ده النادي الاهلي. لما راح لعب باسم منتخب مصر شفنا الفضيحه 6-3 ماتشات. مين؟ قام الرئيس منتخب مصر الاهلي؟ لا لا المره كان الاول. انت النهارده عارف انت لما القوام الرئيس بيبقى النادي الاهلي بياخد البطوله. اوكي بقى يا جماعه كان 2006 8 لا كابتن هات لي دلوقتي كاس الامم من افريقيا اللي فاتت دي. ايوه قول لي كام لعيب النادي الاهلي في النهارده؟ 3-4. ايوه ايه محمد عبد المنعم ومحمد هاني. ايوه طب سيبه يعد، سيبه يعد. لا انت ما تعدش، سيبه هو عشان سيبه من 6 الشناوي والشناوي دي 3 واحد انت واحد مروان أربعة كل ما تقعد. إنما عاشور بص يا عم أربعة خمسة إنما عاشور فين الباقي بقى؟ خمسة ما هو الخمسة يا ابني أنت كل لا كان الأول كان بيبقوا 8 الأول الأول بطول. الأول بقى عارف كان مين؟ ربيع عزيز مرمى ناحية الشمال أحمد رمزي. لا هي ناحية اليمين ده ربيع عزيز كان ناحية الشمال ومهر عمام سردباك أو حمادة صبي وناحية اليمين كان مين؟ كان علي شحاتة. إيه أحمد يا عم ابن واحده في الخير 86 وخدنا طيب وطلعنا الرابع في 84. خلاص يا كابتن اقلب ورق خلاص بطوله واحده كابتن 2006 يعني النادي الاهلي بالتشكيل ده خدنا بطوله واحده في 86. ما لا 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 و2006 و2008 و2010. 2006 انا كنت بقى هناك. اسامه الحاضر عد معايا اسامه الحاضر وائل جمعه احمد فتحي محمد عبد الوهاب الله يرحمه مظبوط محمد بركات برافو عماد متعب برافو محمد شوقي في نص الملعب برافو عليك. انت بتتكلم في 7 من 10 ولا من 11؟ خلاص اسامه الحاضر يا حارس مرمى انا بقول واحمد حسن وحسن مصطفى وحسن مصطفى واحمد حسن دخلنا في ابو تريكه دخلنا في 10 لعيبه اهو خلاص كده. ده بره اينو واحمد السيد ده اللي بره النادي الاهلي الاحتياطي الاقوى من اللي جوه الملعب. خلاص كلامكم اتكلم انا بقى بطوله 2006 دي كابتن خدناها بقى الجماهير بطوله كل الاداء فاشل. ولا حاجه تحط ضربه الجزاء الاخيره ابو تريكه بقى الجماهير بقى تحيه اللعيب لعيب عندنا ابو تريكه دخل شوط ضربه الجزاء ما اعرفش الاخيره ولا لا. طب لما انت قاعد عامل دعاء الجماهير ولا دعاء خدنا ولا لا خدنا البطوله انت النهارده اهو ولا الدعاء ولا خدنا و2008 و2008 بتوع الجماهير و2010 بتوع الجماهير كنا بنلعب بره 2008 انجولا 2008 الانبياء كلها حسن عبد ربه. طب ماشي حط عبد الرب سيدي بقى واحد من زيدان وابو تريكه وابو تريكه لا بطوله عبد الرب الهدف الاخير اللي قبلها زيدان ما جده لا 2010 جده ما كان بيلعب في الاهلي جده بس لا كان في الاتحاد لا في الاهلي بس لو طلع في الاتحاد في الاهلي اعتقد انت عايز كنت انا في الاتحاد لو في الاتحاد في الاهلي 2010 كان فين الاتحاد والله يا عم والله يا عم ايوه ها في الاتحاد و2010 الاتحاد 2010 برضه ابراهيم ماشي يا طالع من المطار محدش يعرفه. شفتوا الاسلوب اللي بيتكلم بيه مع اينو بيقول له ايه انت هلا اينو يلا يلا انت فاكر نفسك قاعد فين يا قاعد في الشارع ده انت قاعد في محطه تلفزيونيه وامام الشاشه وحياه ربنا انا لو من اينو كنت مسكت وعلى دماغه على دماغه لكان همني صحبيه ولا تلفزيون ولا مباشر ولا الهوا. ازاي اقول له يلا على الشاشه؟ ازاي اقول له انتوا لاحظتوا حضراتكم كلمه يلا اتكررت كم مره ولا اينو انت هلا اينو ده كلام برضه؟ هل ده صح؟ ومقدم البرامج مش يقول له عيب اتلم انت فاكر نفسك قاعد في غرزه ولا قاعد في الشارع؟ ده انت قاعد في برنامج وبيشوفك ناس. ازاي يقول له يلا؟ هو فاكر نفسه فين؟
يعني انا عمري ما شفت كده بصراحه. ده حتى لما اينو بيتكلم مع مجدي عبد الله بيقول يا كابتن مجدي، يا كابتن اسامه، يا كابتن عفريت، ازاي هو يقول لاينو انت يالا، انتوا حتى لو اصحاب حبايب ده. طب انا اقول لك على حاجه، انت عارف عمرو اديب؟ في كتير كتير منكم ما بيحبش عمرو اديب، ولكن عمرو اديب لما بيجي يستضيف اخوه عماد الدين اديب بيقول له حضرتك وتفضل يا استاذ، اخوه مش واحد صاحبه. يعني لازم في حاجه اسمها بروتوكول، في حاجه اسمها اداب. ازاي انت حضرتك طالع على برنامج وعلى شاشه وتقول له لزميلك يالا؟ ده بيدل على البيئه اللي هو جاي منها والبيئه اللي هو عايش فيها. واحنا عارفين وهنقول اتطرد ليه من نادي الزمالك. في بعض من اولياء الامور السيدات قالوا ان اسامه الملط بيعمل معاهم حاجات مش تمام. راحت شكوى واثنين وثلاثه فقالوا له مع السلامه روح. ده بالاضافه للمشكله والمصيبه اللي عملها قبل كده في النادي الاهلي واتقفش متلبس، وكلكم عارفين. فالواد عنده غضاضه وعنده غل غير عادي، غل غير عادي، وبيتكلم كلام من يعني لو واحد، لو جايب واحد جاهل كرويا مش هيقول الكلام اللي بيقوله اينو. ده لما بابا القوام الرئيسي والاساسي من النادي الاهلي ومن لاعبي النادي الاهلي بتلاقي المنتخب بيأدي. بس انت ما تجيبليش واحد لمؤاخذه ترزي ولا واحد جزماتي ولا واحد بتاع دوكو وتقول له امسك المنتخب. طب ما هو مش هيفهم، مش هيعرف. انت لازم تجيب الراجل الصح في المكان الصح، حتى لو انت معاك ادوات على اعلى مستوى، لكن اللي بيدير مش عارف يدير. زي بيراميدز، ما هو بيراميدز اللي بيدير مش عارف يدير، اللي بيدرب مش عارف يدرب، على الرغم ان هم جايبين له اللعيبه الفرز الاول في الدوري المصري. اي لاعب بيبقى متالق بياخدوه، مش مهم عبي عبي فلوس. ويقول لك النادي الاهلي لما بيبقى بياخدوا منه القوام الاساسي المنتخب، انت يا ابني واعي بتقول ايه؟ 2006 2008 و2010 مخير دليل. اللعيبه المحليه هي اللي جابت لك البطوله، لعيب النادي الاهلي هي اللي جابت لك البطوله، وكان جوزيه وقتها مخلي لعيبه النادي الاهلي توب التوب. فالكابتن حسن شحاته ما تعبش كتير في ان هو يعمل اندماج وانصهار للعيبه مع بعض. لكن تقول لمين وتكلم مين وانت للاسف دماغك هي اللي ملط يا ملط. انتهى الفيديو بتاعنا، بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.